طب خلينا نعمل تيست انا وياكي. اوكي اوكي، بدي اياك تقدمي مثلا نشره طقس هلا بس بالحالات التاليه. اوكي يعني رح نبلش. عندك نشره الطقس هون حاضرين لك اياها. اوكي اوكي، بدك تقوليها هلا انت وبدك تقوليها انا رح غير لك السيتويشن الحاله بدك تكوني فيها. رح نبلش، بدك تقولي الطقس هلا، انت بدك تكوني بحاله انه محشوره بدك تفوتي على التواليت. اوكي جاهزه؟ ايه يلا. اوكي 1 2 3. الحالة العامة الطقس ربيعي متقلب، حرارية يعني بتأثر على الحوض الشرقي المتوسط. مدبرسي وعم تبكي لأنه اتخنقتي مع صاحبي. الطقس المتوقع لغدا غائم غائم جمالا، مرتفع متوسط معه مهسرة من الضحك، وفي احتمال خصائص أمطار خفيفة متفرقة. هون طعت مية الراس واجا وقت تولدي. خليل الليل خاصة بالمناطق، خاصة بالمناطق دخيل الله. اجا قومي لبوسك لأنك أنت متعقدة. حياتي شو هالطقس؟ هيدا قوي قوي، طقس قوي بتقلب كثير. شوب شباب هلا بتعرف شغله عن جد، هيدا اللي عملته اليوم هلا دارين قديش مهضوم، بس هيدا بدل قديش دارين ممثله محترفه وعن جد بنشوف حالنا فيها. طبعا ثانك يو. بيوتيفول.